مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من ملعب الباشا هنا مدينة محمدية لحظات على انطلاق مقابلة القمة بين فريقين الوداد الرياضي. كيف ما كتسمعوا معنا يعني أجواء جميلة صراحة، فجماهير الوداد هي تسمع الحداش بقلب ملعب الباشا هنا مدينة محمدية. يعني اسمعوا معنا مشاهدي الكرام، نخليكم يعني دقيقة صمت يعني باش تستمتعوا بالأهازيج لي وينرز. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني جماهير الوداديه لي وينرز تصنعوا الحدث هنا من قلب ملعب البشير هنا مدينه المحمديه لحظات على انطلاق مقابله على انطلاق مقابله القمه. نقدر نقولوا ان في هذه اللحظات بدات المقابله بين فريقي الوداد الرياضي ونادي يوسف جبرجيد. معينا الا نتمنوا توفيق الفريقين ونتمنوا توفيق الفريق اللي كيستحق انه ينتصر. يعني كتشوف من خارج المدرجات يعني كتشوفوا يعني واحد اجواء اخرى، واحد الصوت يعني كتسمع يعني خارج ملعب البشير، واحد الصوت ديال الاهازيج والجماهير كتشجع. فاسمعوا معنا مشاهدينا الكرام، خليكم معنا اهازيج رائعه كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي المتابعين. يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، يعني اللحظات عن انطلاق من انطلاق مقابله القمه بين فريقي الوداد الرياضي ونظره، يعني كتسمع اهازيج الفريق كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. يعني فريق الوداد الرياضي يصنع الحدث هنا كيف ما كتشوفوا معنا بجنبات ملعب الباشا هنا مدينه المحمديه، عدد كبير من الجماهير اللي حاضره يعني قبل انطلاق مقابله القمه بين فريقي الوداد الرياضي ونظيره. يعني كما كتشوفوا يوسف برشيد، يعني عدد كبير من الجماهير الوداديه اللي حاضره في مقابله اليوم باش انها تساند الفريق ديالها ضد فريق يعني كيف ما كتشوفوا معنا يعني طوفان احمر هنا بالعب الباشر. كما كتشوفوا واحد الاستنفار امني كبير على راس الامن الوطني اللي كيقوموا بمجهود جبار. كما كتشوفوا يعني واحد الاجواء اللي هي رائعه كتسمع، يعني شوفوا معنا العدد الكبير ديال الجماهير الوداديه اللي حاضره في مقابله اليوم من اجل مسانده فريقها فريق الوداد الرياضي. فارتئينا ان ننقل لكم الاجواء من خارج ارضيه ملعب البشير مدينه المحمديه باش تشوفوا الاجواء الرائعه والاجواء الجميله ديال فريق الوداد الرياضي. كما قلنا لحظات على انطلاق مقابله القمه بين فريقي الوداد الرياضي ونظيره. كيف ما قلنا يوسف برشيد استنفار امني كبير، حضور قوي لعناصر الامن الوطني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتابعين، يعني استنفار امني كبير. فمقابله اليوم هي مقابله حارقه، مقابله لا تقبل القسم على اثنين بين فريقي الوداد الرياضي ونظيره يوسفيه برشيد. كما قلنا ان فريق الوداد الرياضي اليوم كيبحث على انه يحقق انتصار مقابله اليوم، بخصوص ان المقابله اليوم غيكونش الخصم غيكونش خصم سهل، خصم اللي غيكون صعب، يعني خصم حامل وطاس. يعني كما كنشوفوا ان ابناء يوسفيه برشيد غادي يجيو هنا جاي من برشيد المحمديه باش انهم يحققوا الانتصار، ولو على حساب الخصم اللي هو ما غيكون سهل اللي هو فريق الوداد الرياضي. كما قلنا فريق وداد الامه جاي عازم باش انه يحقق ثلاثه نقاط ويتصالح مع الجماهير ديالو من بعد الهزيمه القاسيه ضد فريق يوسفيه برشيد. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني لحظات على انطلاق مقابله القمه بين فريقي يوسفيه برشيد. شو معي يعني نتمنى توفيق الفريقين، لا الفريق يعني الوداد الرياضي ولا فريق يوسفيه برشيد، يعني طوفان احمر في هذه اللحظات. كنشوفوا يعني الجماهير الوداديه لا زالت تتوافد على ملعب البشير على مدينه محمدي من اجل مسانده الفريق ديالها. اجواء جميله، اجواء رائعه كيف ما قلنا، واحد الاجواء اللي هي رائعه، الكل يعني كيحب مكرهش انه يحضر كما كتشوفوا يعني انطلاق المقابله وسط اجواء رائعه للفريق الوداد الرياضي. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شفت من كتابه القدر، على ام لقاكم بعد قليل باش مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.